ايام كده واتسالت المباراه، قلت له المباراه تبقى صعبه قوي، انت بتلعب فريق كبير، فريق يعني بينافس على الدوري المغربي، واخد بطولات افريقيه لسه، يعني واخد سوبر قريب، تاريخه يعني كبير فريق تاريخه كبير ترجي وعنده لعيبه كويسه. واحنا شفنا الكلام ده، كابتن شادي لسه قريب قوي كان بيلعب بيراميدز، فشفنا المباراه اللي كسبها في هنا في مصر تقريبا 3-0 او 4-0، زائد المباراه اللي هناك حتى في المغرب كسبها برضه حوالي 3 4. فهو فريق كبير عنده عناصر كتير كويسه جدا جدا، زائد كمان بقى ان انت النهارده النادي الاهلي بيلعب مباراه النهارده وهو عنده يعني في امور كده من قبل المباراه ما كانتش ايجابيه قوي، زي مثلا ان انت عندك لعيبتك خارجه من كاس العرب، عندك 6 لعيبه من النادي الاهلي او اكتر، عندك لعيب برضه من المغرب اللي هو بدري بانون في المنتخب خرج، عندك علي معلول برضه خرج من تونس خرجت، فانت عندك شويه امور كده يعني ما كانتش، زائد برضه ان كان والنهارده ايمن عمرو اشرف السوليه واي عمرو السوليه في بدايه المباراه بيجي له دي صعبه اصابه، جدا يعني. فكل ده طبعا يعني كل دي عوامل مش ايجابيه مش في صالحك النهارده، زائد انت بتلعب فرقه كويسه، بتلعب فرقه عندها عناصر كويسه، فرقه بتعرف تدافع كويس، فرقه منظمه جدا، وكمان بقى في الهجمه المرتده تقيله في يعني بتقدر هي وصلت مرتين في الشوط الاول، واحده جت جول واحده الشناوي شالها احنا برجل. شفنا حميد احداد بيتالق طبعا بشكل كبير جدا على عكس ما كان موجود في نادي الزمالك، النهارده واحد من نجوم عنده المباراه. سرعات زي ما شفنا كده وبيوصل بشكل كويس قوي، فالمباراه ما كانتش سهله، المباراه صعبه. النادي الاهلي النهارده كسب المباراه كابتن شادي بشخصيه النادي الاهلي، بروح النادي الاهلي، بكيان النادي الاهلي، يعني ممكن النادي الاهلي النهارده مش في افضل حالاته، مش افضل حالاته الفنيه، ولها اسباب هنتكلم عليها يعني، انما لما بنيجي نتكلم على انا عندي احساس وانا قاعد بتفرج مع اولادي في البيت، انا عندي احساس الاهلي هيجيب جون، يعني الاهلي النهارده مستحوذ كتير بس ما فيش فرص حقيقيه بشكل كبير قوي، بس الاهلي يعني احساسك انت وانت قاعد ان انا احساسي باللعيبه جوه ان اللعيبه دي ما بتفقدش الامل لو باقي 10 ثواني اقول لو لك على باقي حاجه يا ثانيه. كابتن، اتفضل. ودي نقطه مهمه جدا عشان كان عندي بجد نفس الاحساس. كنت اتفرج مع مجموعه كبيره جدا، انا حتى في البدايه كنت قاعد بدردش مع فريق العمل قبل الهوا وقلت كده اللي يعرف الاهلي بجد يعرف ان الجون هيجي قرب انا بقول يجي. هو مساله وقت بالظبط، يعني الجون مساله وقت، باين قوي ان النادي الاهلي يعني الشوط الاول كان فيه كرات عرضيه كتير جدا من اليمين ومن الشمال، ما انت مش عارف تخترق من العمق ليه، في تكتل زحمه. دفاعي زحمه، وانت كمان كنت برضو كنت عندك ما فيش زياده عرضيه جوه قوي جوه 18، دي حقيقة. زائد كمان الناس اللي بتلعب بدماغها مش كتير جوه 18، يعني حتى الاطوال مش موجودين يا كابتن شادي، انت عندك مثلا لما بيرفع علي معلول علي او معلول او اكرم بتلاقي بيخش بيرسي تاو، وبتلاقي مجد قفشه بيكمل، مجد برضو مش لعيب هيدرز كويس، زائد ما عندكش حد كويس يعني، لا الدنيا صعبه قوي الشوط الاولاني رغم ان انت كنت مستحوذ حوالي اكتر من 65% الشوط الاول، طيب بس هم كابتن راحوا في انا الشوط الفجر. هستأذن حضرتك معانا